قاعده ماتش كره بحال اللي كنقولها لعبنا غير كره حنا اللي بغينا هي نفرحوا الجمهور ديالنا ما كنفكروش في بلي موفي سيناريو كنفكروا في الكره الفو كون جو نوت فوتبول نحترموا بالوزداد سي ليكيب كي بروميير دو شامبيون ان الجيري لي سيناريو لي بير قلتيها كاين بارسلون كاين حتى ليكيب دالجيري ربحت في الكاميرون وخسرت في الدار تو لي سيناريو سون بوسيبل بحال نقدروا حنا نربحوا بجوج بثلاثه يا با الفوتبول يفو ريسبكتي غندخلوا بلي برانسيب دو جو ديالنا هادشي اللي ما خصناش نفكروا حنا في بالوزداد كنفكروا في لو ستيل دو جو ديالنا الدراري يكونوا في المستوى ديالهم في لا كونسونطراسيون لو ريسبيك كنعاودها ندخلو نحترمهم ماشي سحبنا تكلم فينا بحال اللي قلتي ما خاصين والو والو علاش اي واحد ملي دخلنا المغرب قالوا صافي غنتأهلوا هاك حنا عندنا الرجلين ديالنا في الارض من الاول من الاول العام عارفين لي زوبجيكتيف ديالنا دونك هادشي اللي كنزيدو لقدام دونك فريمون غادي ريسبكتي بحال اي فرقه وهادشي اللي غيعاوننا باش نتأهلوا باغ كونتخ بيان سور ولا دخلنا يسحبنا اون سي كوني كاليفيي دخلنا مرتاحين دخلنا يسحبنا غنقصرو مع الجمهور ديالنا غنديرو لا فيت لا اون بو افوار دي سوربريز دونك فوالا الخدمه ديالي ديال الستاف وديال اللاعبين حتى هما الدراري اللي عندهم ليكسبيريونس دابا هادشي اللي كيعاوننا انا بزاف الدراري اللي لاعبين هاد الجور ديال الماتش التكناوتي الحسوني جبران داري شبعوا الكره بحال اللي كنقولوا لاعبين مع المنتخب محليا ولا لي ا دونك كيعرفوا دونك فوالا اون فايالي فرانشمون بحال فلالي كنمشيو بلا كونفيونس ديالنا كنعرفوا واش كنديروا ولا مشينا في هادشي ان شاء الله غيكون خير هو السيناريو كنامنوا حنا كنفكروا سورتو في في نوت ستيل دو جو اللي درنا لي ديرني ماتش غادي نفعل التراك لي مزيانه دونك خصنا نبقاو كونسونتري جانسيس سور لو ريسبي ديما كنقول على لو ريسبي ديال الكره وديال لادفيرسير ولا دخلنا بلي برانسيب دو جو ديالنا بحال اللي درنا مع بيترو بحال اللي درنا مع الزمالك في الدار بحال اللي درنا مع الشباب المحمديه بحال اللي درنا مع اتفاق مراكش في مراكش ولا حضرنا الفرقه اللي جايه اوني كونسونتري تاكتيكمون خصنا نكونوا واقفين لي سيناريو حنا عارفين ايزون غيان ابير دونك يبغوا افواغ دو شوا ما غيخرجوا عندنا من الاول باش يماركي وما غيستناو ويقولوا نستناو ديك نص ساعه الاخريه باش يديروا لا سوربريز مي سي بور سا كو ما تشوفوش السيناريو ديالهم اوني كونسونتري سور نوت ستيل دو جو كنديرو مزيانين دوبوي بوكو دو ماتش انا بيان ان بلاس تاكتيكمون بالكره كنعرفو شنو كنديرو مع الجمهور ديالنا اللي كيدفع فوالا سا با جو سور لي ديتاي خصنا حنا ما نخليهمش يدخلوا في الماتش من الاول الماتش خصنا نشوفو لاغريسيفيتي خصنا نشوفو لا كونسونطراسيون خصنا نشوفو الريتم نتابعو الريتم باش ان شاء الله لو بلو فيت بوسيبل نقدرو نماركيو سو سرا ليديال تاكتيك ما غاديش نقول عليك ولا غاتشارج تاكتيك لي مهم اي سي اون بون كيستيون باسكو ما كيأمنيش لي زابسونس ديما كنقولها مشيت مع واحد جروب من الاول العام كنتيق في اي واحد اللي غيدخل واللاعبين اللي دخلوا لي ماتش اللي قدام حتى ولي ماشي ثقه اكثر من ثقه من اي واحد اللي كيدخل باغي يدي بلاصتو وباغي يحط الماكسيموم شفتو مع رحيم شفتو مع اسريف شفتو مع الوردي اللي كيدخل شفتو اي واحد اللي كيدخل تسومو فوالا كنامنوا بالجروب اون ا دي زابسونس بحال اي فرقه في العالم بحال اي فرقه في تشامبيونز ليغ مي كاين لي زابسونس فوالا هادو اللي كيدخلوا خصهم يحطوا الماكسيموم واش غندخلوا بواحد ميليو زايد واش غنبدلوا السيستيم اللي مهم هي اللي غيدخل عنده واحد ريسبونسابيلتي اللي خصو يكمل الخدمه اللي دار جهادي ولا اللي دار داودي ولا اللي دار جبران فلالي ويتقاتل على الفرقه وكنامنوا باي واحد اللي غيدخل معنا ان شاء الله غدا